لكن كيف تقولين هذا في الداخل أمام المجنون ماركوس روخاس؟ عزيزتي لم أقصد أن أؤذيك، لكنك تعلمين أنني أتسرع بعض الشيء. أتسرع بعض الشيء؟ ثم لما تنزعجين مني؟ ألم تخبري كل أصدقائنا بنفسك؟ بلى بيتونيا صحيح، قلت لهم وهم يختلفون عن السيد ماركوس. حسنا لا بأس، لقد أخطأت، سامحيني. حسنا انتهينا، انتهى الأمر. ما يحدث بيتو هو أنه دائما لا أحد يفهم ماذا يجري، يظنون أنني أفعل ذلك لكي ألفت الانتباه أو أنني مجنونة. كونستانتينو، أليس غريبا أن ينتج النبيذ الجيد في هذا المناخ؟ أجل الأمر غريب، لكن لكل شيء تفسير، ولهذا أنا متشوق لأعرف كيف تجري عملية إنتاج النبيذ في الكرون. الواقع يجب أن تعذرنا لأن الوقت أصبح متأخرا ولأن الموظفين يتركون العمل. لا أرجوك اطمئني إنما، يمكن لضيفين المميزين أن يزورا أقبيتنا، وطبعا بما في ذلك الكرون، وإن كان السيد من محبي النبيذ حقا فمن المؤكد أنه سيسر كثيرا بالنزهة. لا، من الأفضل أن نأتي في يوم آخر وفي وقت أبكر، وهكذا نقوم بجولة كاملة. لا أخوكينا، حبا بالله، نحن هنا الآن وأظن أنه من المناسب أن أزور الأقبية، أقصد مستودعات ديل تورو، فهذا الأمر يناسبني، ما رأيك؟ هيا بنا. بكل هيا. سرور لو سمحت. تفضلي تفضلي. صديقتي أنت ترين، إنه الكاهن سباستيان، أليس كذلك؟ قولي إنه هو، ثقي بي أرجوك، أنا لن أخبر أحدا. غلوريا، إنه هناك أمام التمثال. لكن لماذا التمثال؟ لماذا؟ أنا لا أفهم. يريد أن يقول شيئا. ما هو؟ ما الذي يريد أن يقوله لي؟ حسنا، يجب أن نعرف ذلك فورا. تعالي هيا، تعالي. منذ أعوام لم تطأ قدماي هذا المكان، بعض الأشياء ما زالت في أماكنها كما أذكر. حقا؟ هل تعرفين هذه العائلة منذ وقت طويل؟ أجل، وكنت أتردد كثيرا إلى هنا منذ سنوات. خواكينا، يجب أن أعترف لك بأنني كنت أتحقق من موضوع، وجزء من زيارتي هو التأكد من صحة المعلومات. لا أفهمك، ما علاقة ذلك بسؤالك لي إن كنت أعرف هذه العائلة؟ اسمع خواكينا، من الأفضل أن نتكلم بوضوح وصراحة. أخبريني، ما الذي تخفينه مع التغراسيا ديل تورو؟ ماذا تريد سوسا؟ ماذا يحدث لك؟ يتعلق الأمر بغلوريا، إنها من آل ديل تورو. هنا بالضبط كان جالسا الكاهن سيباستيان، صحيح؟ أجل بيتو. حسنا غلوريا، إن كان هنا إلى جانبي فلا تخبريني أرجوك، وإلا سأموت رعبا، أوكي؟ لا، من المستحيل أن يكون هنا، لأنك واقفة الآن بالضبط حيث كان هو واقفا. بيتو أرجوك ابقي هنا. اسمعي، شريط الفيديو، الشريط الذي نملكه عن يوم الجريمة، كان فيه تمثال، وكان التمثال محطما، إنه التمثال نفسه. أجل، كانت تمثال نفسه. حسنا سوسا، غلوريا تجمع بيني وبين ألتا غراسيا. وغلوريا
هي ابنتك؟ طبعا هي ابنتي، ابنتي، هل فهمت؟ وهي من الرجل الذي أحببته كثيرا، لكن هذا الموضوع يخصني ولا أحب أن أتكلم عنه. أرجوك خواكينا لا تكذبي، تحققت من الأمر وعرفت الحقيقة. وإن كنت تعلم فلماذا تسأل إذن؟ لما تجعلني أقول هذه الأشياء؟ أردت أن أسمع هذا منك خواكا. خواكينا، ألا تخافين على ابنتك جلوريا لألا تصاب بالأذى من كل هذه الحرب الشرسة؟ بلى صحيح، أنا خائفة جدا، أعترف بأنني حين أفكر في هذا الأمر يقشعر بدني، لكن ماذا تريد أن أفعل؟ في النهاية جلوريا من آل ديلتورو. كان تمثاله قد وجد على الأرض محطما إلى جانب الأدلة الأخرى، وقد وجدت في الوقت نفسه بقع الدم عند كرسي الاعتراف والبصمات إلى آخره. متأكد ماركوس؟ أجل، وأنا أنصحكما بألا تتحققا وألا تحاولا ربطه بالجريمة، فقد قمت بذلك لمدة طويلة وصدقاني لا علاقة له بالأمر. اسمع سيد ماركوس، شكرا لنصيحتك، لكن علينا أن نحقق بأنفسنا، أليس كذلك بيتو؟ لأنها أطروحتنا على الرغم من أنك ترعى عملنا. حسنا، ولكن قدراتك الذهنية تسمح لك بمعرفة ما حدث ذلك اليوم، أو على الأقل تسمح لك باكتشاف شيء ما. ألست مشعوذة؟ لو أنني مشعوذة لكنت علمت من قتل الكاهن سيباستيان. ماركوس، هيا بنا. فتش هناك، فربما استطعت إيجاده. هل عرفتم ما هي الأخبار الجديدة التي تنتشر في كل أرجاء المؤسسة؟ لا، أخبرينا، هيا تكلمي. جلوريا هي ابنة ألتاغراسيا ديل تورو. جلوريا الصديقة هي ابنة المرأة المجرمة. ماذا؟ أي عقل؟ اذهبي أرجوك، لقد قلت لك إن السيدة ألتاغراسيا ليست هنا. لا أفهم لما أنت مزعجة هكذا يا امرأة. لن أذهب، سوف أنتظر أختي، لأن لدي أمرا مهما سأخبرها به. ما الشيء المهم الذي ستقولينه لي مارينا؟ المرأة المجرمة هي أم جلوريا بالذات. حسنا، أنا أيضا عندما سمعت بالأمر دهشت كثيرا، لكن السيدة ألتاغراسيا هي لا. قال لي يوما إن جلوريا قد تكون ابنة الكاهن سيباستيان، وعندما حدثتها في هذا الموضوع غضبت مني وشعرت بإهانة كبرى عزيزتي وكادت تقتلني. هذا يعني أن جلوريا تعرف أن ألتاغراسيا أمها والكاهن أبوها، لهذا غضبت كثيرا، لأن الحقيقة مؤلمة. أرأيتم؟ لهذا لدى جلوريا القدرة على رؤيته رغم أنه ميت. لا أفهم، عن أي ميت تتكلم؟ جلوريا ترى الكاهن سيباستيان، هو ميت ولكن هي تراه حيا. ما جرى هو أن جلوريا شاهدت رؤيا أو حلما، سمي ذلك ما شئت، وقد رأت الكاهن سيباستيان على كرسي الاعتراف في الكنيسة. لقد سمعت أن هذه الأمور تحدث لأن الموتى يريدون إنهاء أمر معين على الأرض، ولهذا لا يرحلون. أها، إذن هناك علاقة ما بينها وبين الكاهن وألتاغراسيا. طبعا، أظن أنه ربما كان يريد أن يخبر ابنته من هو قاتله. طبعا، الأمور ليست على ما يرام ألتاغراسيا. الناس يتكلمون كثيرا ويثرثرون، والقرية كلها سائرة بوجهك. الناس يتكلمون دائما ولا أستطيع أن أمنعهم. أخبريني، لماذا أتيت إلى هنا؟ تعرفين أني أحب الصراحة. أنت تعرفين سبب مجيئي ألتاغراسيا. أنت تعلمين جيدا أنني أملك قسما من هذه الكروم وأريد العمل على استعادته، وتعلمين جيدا أنني أريد ميراثي، وأنني ابنة خوان فيسنتي مثلك أنت تماما. لما لا تفهمين هذه الحقيقة؟ لا ولا، أعترض بشدة، لن نعطيك أي شيء أبدا. ليس من عادة عائلتنا إعطاء الأملاك للقطاء، ولن أسمح لك بأخذ قرش واحد من أموالي، لقد حذرتك. بعد كريمات التفتيح مهمتها بس تفتيح البشرة،
فيرن لافلي بفتح بناعم بلطف البشرة وبنورها. أربع مهمات بأربع أسابيع. هلأ عرفت الحقيقة، أي كريم بتختاري؟ أم جوي، الآلة الأكثر تطوراً في العالم، تنزع برقة من الجذور حتى الشعيرات الصغيرة، فتمنحك شعوراً مليئاً بالثقة والجمال. أم جوي، لحياة أنعم. الدكتور زغلول النجار، شخصية هذا العام الإسلامية. يؤكد القرآن الكريم على صدق نظرية الانفجار العظيم في آية واحدة من سورة الأنبياء. يؤكد القرآن الكريم على حتمية البعث من أرض غير أرضنا الحالية، محاطة بسماوات غير السماوات المحيطة بنا اليوم. الدكتور زغلول النجار يحاوره زياد دندن في ملامح الإعجاز في القرآن والسنة، غدا على قناة أبوظبي في التوقيت التالي. جريمة قتل قسمت الرأي العام. يوسف ناصر قتل. وش اللي خلاك متأكد إنه مو هو القاتل؟ نسيتي إني وكيل نيابة؟ ما أدري، يمكن. إيش قصدك بكلمة موقف؟ فريق بأدلته المادية والآخر آمن بالبراءة. شفت شلون إن أنا معي حق؟ أنت متأكد إنك تبي تتزوجني؟ ممكن تفهميني إيش الموضوع بالضبط؟ أكيد في شيء ناقص. علشان الرأي العام يعرف وجهة نظر النيابة في التحقيق. يا مفرج الهموم. فكانت نقطة تحول. غلط، أكبر غلط. نقطة تحول ابتداء من 3 يناير على قناة أبوظبي في التوقيت التالي. اسمعوا يا أصدقائي، لم يثبت مطلقاً أن الدم على ثوب ألتغراسيا كان دم الكاهن، إذن هو دم شخص آخر. دم من؟ أتريد أن تأكل؟ اسمع، في الحقيقة أنا لا أفهم سبب نبش الماضي في هذا الوقت. بسبب أطروحتنا يا رجل. بانشو، إن قصورك الذهني غير معقول. لا لا، اسمعوا، لقد بدأت هذه القضية تخيفني، والآن هذا الكاهن الذي بدأ يظهر فجأة، أي زي كان يرتدي؟ إن هذا غير معقول، كيف يخنقونه وينزف؟ لا يمكن أن يكون حقيقياً، لأن الذي يخنق لا ينزف. إنها قصة قديمة جداً يا صديقي. لكن رغم ذلك يستحق الأمر بعد التفكير، لأن من يخنق شخصاً بشريط لا يترك بقعة من الدم. الدم ليس من الضحية بل من شخص آخر. أنا لا أقتنع بتلك القصة. هيا. أهلاً يا أصدقائي، أحضرنا لكم أنا وغلوريا أخباراً طازجة. لا تصري أبداً على سرقة أموالنا، لأنني لن أسمح لك بذلك. ماما أرجوك اهدئي، مارينا علينا تأجيل حديثنا إلى وقت آخر لأن حضورك يغضب أمي. لا أوافقك الرأي ألتغراسيا، أمك عليها أن تقتنع بأنني موجودة هنا، وعليها أن تعترف أيضاً بأننا نحن أختان. هذا هو الواقع، لأنها كانت تراني منذ أن كنت صغيرة، وكانت ترانا نلهو معا ونمرح. ولكن ما الذي تتفوه به هذه المرأة؟ أنت تعلمين تماما أنني لست مجنونة برينيسي، وتعلمين أن ما أقوله هو الحقيقة. ألتغراسيا، نحن أنا وأنت أختان، ولم نكن عدوتين يوما، ولا أرى أي داع لعداوتنا مطلقا. حسنا، هذا أمر صحيح. لا تصدقي هذه المخادعة، كم أكره الكذب والنفاق. دعيني. إيبون، دعيني. إيبون أرجوكي. إيبون، لما أتيت؟ ألتغراسيا، أنت تعلمين جيدا أنني أحبك كثيرا، وقد عدت في هذا الوقت بالذات لكي أكون بجانبك، لأنني أعلم أنك ستمرين بأوقات صعبة. لا، هذا كذب، كم أكره الكذب والخداع، أكره كل ما يتعلق بك، أكرهك، ولن ماما. أسمح لك بالمزيد من الخداع، سوف أبعدك عنا، سوف أبعدك عن العائلة. سيدة فرانسي، يجب مع كلامي مع مارينا، خذيها إلى الغرفة. أرجوك اهدئي. كاذبة، أكرهك، سأبعدك عما هو لي، سترين كيف سأبعدك عن هذا البيت.
لن أسمح لك بأن تضعي قدمك في منزلي بعد الآن. مخادعة، كاذبة، اهدئي، محتالة. اعذريها، إنها متوترة وهي لم تسامح أبي أبدا على فعلته. أجل أعلم، وأعلم جيدا أن هناك أمورا في الحياة لا يمكن نسيانها. التغراسيا، وقع يوم الجريمة، وليس كما قال مديرنا الذكي ماركوس من أننا نضيع الوقت في البحث. ما يشغل تفكيري هو الدم. من أين جاء الدم؟ إنه ليس دم الكاهن. أي إلى متى سيستمر هذا الغموض؟ ستركز على هذه النقطة. المسألة واضحة، المسألة واضحة جدا. حدث أن المرأة المجرمة لم تنتبه إلى المكان حيث خنقت الكاهن، إذن بدأت تخنق الكاهن أمام التمثال، وبدأ الكاهن بمقاومتها. ولماذا؟ لأنه لا يسمح لها بأن تخنقه ببساطة. صحيح، إذن كانت المرأة المجرمة تعانده وتشد خناقه أيضا، وفجأة من دون انتباه تسقط التمثال، وبما أنها ليست خرقاء تبتعد، ويقع التمثال على رأس الكاهن مباشرة ويقتله على الفور وينزف دما. طبعا طبعا الدم هو دم الكاهن. ما قصدتي أن أوقات صعبة ستأتي؟ يتهيأ الطرف الآخر ليسدد إليك ضربة، وما أريده هو أن تلتزمي جانب الحذر. في الواقع لا أعرف بالتحديد ماذا يجري، ولكن ما أعرفه تماما هو أن لودوفيكو هو الرأس المدبر. ألتا جراسيا، الحمد لله أنني وجدتك، لأن ما يحدث لاسمك هو فضيحة حقيقية. يبدو أن أختك سبقتني. هل أخبرتها وقلت لها عن الفضيحة؟ ما الذي يحصل؟ أنا أردت أن أخبرك ألتا جراسيا، لكن بكل أسف لم يتسنى لي الوقت الكافي لكي أبدأ بكلامي. لودوفيكو تكلم. لا بأس، دون أن ألف وأدور، يقال إن جلوريا تكون ابنتك. من أخبرك هذا الموضوع؟ ها؟ قلت لي سابقا أنك رأيت أمي تركب الحافلة، ألا تعرفين إلى أين ذهبت الحافلة؟ بلى، كانت الحافلة ذاهبة إلى كاراكاس، وقد نزلت في حي شعبي. ما هو اسمه؟ لحظة، ما هو اسمه؟ لقد كنت هناك. ما اسم الحي؟ لا تلح كثيرا، فالاسم على طرف لساني. تريسا، ألم تستغربي ردة فعل جرينجو عندما قلت له إن معمل نبيذ تبرع لك بمبلغ معين من النقود؟ لقد فرغت بطاريات هذا الشيء. في الحقيقة كان جرينجو يتصرف بغرابة، ثم بدأ يلح علينا أن نودع المال في المصرف. أجل، الأمر غريب. من يدري، ربما جرينجو كان يغار عليك. ريبيكا، دعك من هذا الكلام، لأن هذا ليس هدفي أبدا. هدفي مختلف تماما. هدفي هو الحي، هو أن أساعد الكل هنا، وهذه هي مهمتي في الحياة. أوكي؟ لا بأس إذن. لكن لما أنت غامضة إلى هذا الحد تريسا؟ لأنه لا أحد يعلم هنا من أين تأتي. المهم أولا هو أن يعلموا إلى أين سأذهب. اسمعي ريبيكا، فكرت أنه بالمال الذي أحضرته يمكننا أيضا البحث عن ابنتك. لا أريد التكلم في هذا الموضوع. لكن ريبيكا فكري، اهدئي. أولا لحظة، كل ما أريده هو مساعدتك، ثم إنك تعلمين أن غريزة الأمومة قوية جدا لدي. اسمعيني، يمكننا أن نستعمل قسما من هذا المال لكي نبحث عن ابنتك. تعلمين أين هي؟ لم تقولا لي من أين أتت فكرة أن جلوريا هي ابنتي. من أخبركما؟ من أختك مارينا، وعندما أخبرتني فوجئت، وصدقيني لم أكن أتوقع أبدا. وأنت؟ من أخبرك؟ برانيسي، وأكدت لي ذلك ألتا جراسيا الآن. أتظنان أنني سأؤكد لكما الأمر؟ تضيعان وقتكما إن ظننتما أني سأعطيكما معلومات عن حياتي. أم هل نسيتما أين كنت؟ لا طبعا لا، نحن نذكر جيدا أنك كنت في سجن النساء. كنت سجينة في ذلك المكان. يوم دخلت إلى السجن
أقسمت ألا أعطي معلومات لأحد، لأني حين فعلت لم يصدقوني، لذا لن أقول لكما أي شيء. أنت محقة تماما يا أختي الحبيبة، لست مجبرة أبدا على الإفصاح عن أي شيء لأحد. إن كنتما تشكان فيا فتحققا، تحققا إن كنت قد أنجبت هذه الفتاة من ملفات السجن أو حيث يحلو لكما، فقد تكتشفان الحقيقة، لأنه من فم مطلقا لن تعرف شيئا. ريبيكا، ريبيكا، لحظة واحدة، أين هي هذه الفتاة؟ ها؟ أظنها أصبحت الآن شابة كبيرة وناضجة أيضا، ألا تعلمين مع من هي، من يرعاها، من أين نبدأ؟ أرجوك أصمتي، أنا لا أكثر عليك الأسئلة ولا أتهمك حين يطول غيابك عنا. ثم إنه من يعلم كيف تعيشين في الخارج؟ إن كانت ابنتك فلما لا تقولين لنا، فنحن نريد أن نعرف. لودوبيكو، في الواقع أظن أن أختي كانت واضحة بما يكفي، ولا تريد أن تقول أي شيء، فعليك أن تحترم قرارها. ولكن من يعلم لودوبيكو، فربما كانت أختي تحضر لنا مفاجأة، أو ربما هي تخفي عنا جميعا ما هو أفضع من ذلك. لا تريدين أن تقولي لي؟ أولست قريبك؟ ما جدوى قرابتنا إذن ألتاغراسيا؟ لودوبيكو، في الحقيقة كلما رأيتك أكثر أحببت أن أطلب منك دفع الحسابات المتأخرة. حسناً، سوف أذهب على الفور إذن، لأنه من الواضح جداً أن وجودي في هذا المنزل غير مرغوب فيه. أنت تطردينني إذن مدام؟ أتمنى من كل قلبي ألا تكون المفاجأة الجديدة شيوع نبأ إفلاس المؤسسة. احذر، لأن الطريق مليء بالأشواك. ألتاغراسيا، قولي لي، هل تذكرين عندما كنا صغيرتين وكنا نتبادل الأسرار؟ أخبريني شيئاً. أتذكرين عندما كان بابا يخبئ الشوكولاتة ويطلب أن نجدها بأنفسنا ويرى من منا كانت تجد شوكولاتة أكثر؟ طبعا أذكر ذلك، لكن الآن ليست شوكولاتة. ما بك ريبيكا؟ عندما أختفي كما تقولين أكون في العمل في أحياء أخرى صديقتي، أوكي؟ أعلم، ولكن في السابق كنت أصدقك. نعم كنت، أما الآن ومن دون أي تفسير تأتينا ومعك هذه الكمية من النقود. صديقتي، لا تظني أن لدي حياة مزدوجة. أنا أعلم ذلك، لكنك تختفين ولا أسألك عن شيء، أما أنت فتمطرينني بأسئلتك. وبالنسبة إلى ابنتي، لا يمكن الاقتراب منها. ريبيكا، عليك أن تسددي حسابك مع ماضيك المؤلم. ومن يسدد حساباتك أنت؟ من يسدد كمية المال التي تأتين بها كلما جئت إلى هذا المكان؟ لأنني بصراحة لا أصدق أن أحدا يتبرع لك بالمال. أخبرينا ابنتي، لا تقلقي على أشياء كهذه، فثروة ديلتورو كبيرة بما يكفي من أجلك ومن أجل الآخرين ليعيشوا في بحبوحة. ثم إن ألتاغراسيا امرأة عادلة جدا، وأنا متأكد من أنها ستعمل على أن تملك ما هو لك. أكنت تعلم أن الإبنة موجودة؟ أخبرني، أكنت تعلم بوجود الوريثة؟ أجل، ولم لم تقل لنا أي شيء؟ لقد قطعت وعدا منذ سنوات لألتاغراسيا، لم تشأ أن يعرف أحد، وأنا لست مخولا بفضح هذا السر. فمثلا إذا أخبرتني الآن سرا سأحفظه لك مهما جرى. هكذا إذن؟ أجل، والآن سوف أخبرك بسر من أسراري. أترك ريبيكا الآن، وإن لم تفعل قلت لك سأقطعك لأنني لا أخاف منك، مفهوم؟
لن أعطيك المال لأنني سأساعد به أهل الحي، هل فهمت؟ هذا المال لي أنا فقط وليس لأحد غير إهدائي أنت، هل فهمت؟ أنا لن أعطيك المال يا رجل، اذهب. يا إلهي تريزا قلت لك لا تتحرك، اخرج من هنا أيها اللص، هيا اذهب. كيف تجرؤين على وصف اللص أيتها المعتوة؟ اهدئي أرجوك، اهدئي. هل رأيت؟ يمكنني أن أقتلك إن أردت ذلك. حسنا، ولكن لا لا، لكن أنا أرجوك، ألا يمكنك أن تثقي بي؟ ما هو الأمر الخطير؟ اسمع، بنظري إن هذه المرأة شريرة جدا وأنا أخاف منها لأنها تريد قتلي. لحظة واحدة، عن أي امرأة تتكلمين؟ هل تتكلمين عن ألتا غراسيا؟ لأن الأمر هو أنها لا أتكلم عنها، بل عن مارينا. إنها شريرة، وهي وخالي إرنستو عشيقان. إذا عدت مرة ثانية فسوف أقتلع عينيك أو أرسلك إلى العالم الآخر، ولن تكون المرة الأولى التي أقتل فيها لصا. لكن صديقتي لقد فهمك، أرجوك توقفي. لا بأس، قم الآن، سوف أسامحك. لكن لا تفكر في العودة وإلا فسأنتهي منك. حسنا، لا بأس. اذهب هيا بسرعة، اذهب هيا هيا. حسنا اخرج، سوف تدفعين الثمن، ستدفعين الثمن. أنت من سوف يدفع؟ لكن إلى أين أرجوك؟ أنت من سيدفع الثمن؟ ريتا، اسمعي سكرارلو، ما قلته للتو كلام خطير جدا، وعليك أن تعديني بأنك لن تقولي ذلك لإنسان آخر غيري، وأنا أتولى الأمر، سأتكلم مع إرنستو. لكن يجب أن تعرف بهذا الأمر لورا. سوف أصلح هذا الأمر بأفضل طريقة ممكنة، وكما يقولون لسانك حصانك، إن صمته صانك، وهذا ما سوف نفعله بالضبط أنا وأنت، صحيح يا ابنتي؟ أنا لا أعلم، أحيانا أتمنى أن أكون بكماء لأتحاشى قول كل الحقائق التي أعرفها. لورا تحب إرنستو وسوف يصبح زوجها. حسنا، طاب مساءك. طاب مساءك. تشاو. بدأت تكشف كل الأسرار، سر غلوريا أولا والآن هذا. ستأتي أيام صعبة. حسنا، ولكن أخبريني إلى أين ذهبت تيري الآن؟ وكيف لي أن أعرف مكانها بعد كل الحوادث التي وقعت اليوم؟ إذا رأيتها فقد بدت كالمجنونة، وقد هزمت ذلك الشاب بقوة. يا إلهي، لا أدري لماذا حدث ذلك، ولكن أنا أعرف لماذا. من أجل النقود، لقد قلت لها وحذرتها. اسمع ريبيكا، أريد أن أعرف الآن من أين أخرجت تيري ذاك السكين. ومن أين لي أن أعلم جرينجو؟ كيف لي أن أعرف؟ كل ما أعرفه أنها كانت غريبة جدا، ثم إنني لا أعرف ما الذي أصابها. لقد هاجمت ذلك الرجل من دون خوف. ولو سمعت ما قالت، قالت إنها ليست المرة الأولى التي ترى فيها الدم. يا إلهي، ترى أين هي الآن تيري؟ ريبيكا، لا أعرف ما هو رأيك، لكن سوف أقول لك الآن بكل صراحة، لا يمكن لأحد أن يقنعني بأن تيري تخفي عنا الكثير من الأمور. سلامون، فلنبحث عن طبيب نفسي لكي يشهد بأن المدعوة ألتا غراسيا ديل تورو مجنونة بالكامل، وبالتالي غير قادرة على ترأس العمل في مؤسستنا المحترمة. أنا أفكر أحياناً وأظن أن ألتا غراسيا تريد شيئاً أكبر من ذلك. شيئاً أكبر؟ ما هو؟ شيء أبعد من مسألة الرئاسة، شيء يشعرها بالشوق لكي تمتلكه وتستولي عليه، يجعلها تشعر بقوة. لا أعلم إن فهمتموني. وكأن هناك شيئاً ما يلفه الغموض. أنت محقة. شيء مخبأ؟ في الأقبية مثلاً؟ ليس بالضرورة في الأقبية لورا، يمكن أن يكون شيئاً قالت عنه لابنتها. أجل، لا تحدق إلي، معلومة ما أعطتها لجلوريا لكي تلفت انتباهنا. وما هو هذا الشيء المهم إلى درجة أن تنتدب المرأة المجرمة خليفتها لتقوم بالبحث عنه؟ أهي مسألة موت وحياة؟ لودو، لا أعلم لودوفيكو، وكن متأكدا من أنني إذا عرفت سأسلمه لها يدا بيد لكي ترتاح. أهي نقود؟
جنرال جلوريا هذا صحيح. حسنا، لكن لا تخبري أحدا بهذا الأمر، لأنه لو عرف رئيسي مثلا فسيطردني أو يقتلني. اطمئني، أفضل أن أموت على أن أفتح فمي. وهناك مسألة شائكة أخرى، ما علاقة موت إيزابيل بالمرأة المجرمة؟ تذكر يا صديقي أننا تلك الليلة كنا هناك وسمعت أصوات سلاسل وأشياء أخرى. أجل، وأنا أيضا تأخرت في العمل، لكن أنا سمعت بعض الخطوات. أجل، أوكي أوكي، لكن ماذا كانت تفعل هناك؟ ثم كيف دخلت؟ أنا أعرف، قد تكون دخلت من الباب السري. آه كورديليا، لقد جننت حتما عزيزتي. لقد تأخر الوقت وأعصابي لم تعد تحتمل. لكن هذا صحيح، هناك باب سري. ثم إذا أردتم يمكنني أن أريكم الباب. أيها السادة، ليس لدينا شيء نخفيه، لا داعي لأن نشعر بالخوف، خصوصا من ألتاجراسيا ديل تورو. ماذا يمكنها أن تفعل؟ ماذا يمكنها أن تفعل؟ لا شيء حبيبي، ما تفعله ألتاجراسيا هو فقط هذا كل شيء، القتل ليس إلا. إنها تستغل ابنتها لتشعرنا بالرعب وعدم الأمان. إن مسألة دس الفتاة في المؤسسة طريقة ذكية فعلا. قولوا ماذا أرادت الفتاة منا. في الحقيقة أن مجرد إرسال ابنتها يعني أن هناك شيئا لا يمكنها طلبه صراحة، لكن ما هو؟ ألتاجراسيا وأخواتك هما حليفتان سالومون، لكنك تثق كثيرا بالآخرين ولن تتغلب عليها في المرة القادمة. أنت محق بني، إن نسيبة امرأة ذكية فعلا تكلمك وتتحداك أن تجيب. أيها السادة، أنا أسلمها هذه المؤسسة، أنا هو المسؤول هنا وستجري الأمور كما أريدها، هذا واضح؟ جدا. أليريو، انظر كم يسرني، كم يسرني أن أختي أصبحت مصدر إلهام بالنسبة إليكم جميعا. لكن أنتم مصابون بالعمى، لأن أختي حذرة منكم جدا وتعرف جيدا ما تفعله. أيها السادة، هل حضرت كل شيء؟ يبدو أن كل شيء جاهز. تأكد من أنه يعمل، تأكد من أن البطارية مليئة، لأنني أريد ألا نفشل. أمرك. أتمنى أن يكون الباب السري موجودا، لأن هذا الموضوع يثيرني كثيرا ويوتر أعصابي. اسمعوني لحظة من صديكم، لما علينا أن نذهب في هذه الساعات المتأخرة من الليل؟ أظن أنه من الأفضل أن نترك الأمر إلى الغد في وضح النهار. لا 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 لا، يجب أن نذهب أثناء الليل، لأنه إذا عرف رئيسي فلن يوافق. ماذا تفعلون؟ ثم أنه لهذا السبب الباب سري. إذن إلى أين تذهبون؟ لا تقولوا أنكم ستستمعون إلى ما تقوله لكم. احذروا، لأنه عندما تريد أن تسترعي الانتباه تصبح خلاقة جدا. أتعني أنني كاذبة؟ ها كانييرو، أنت هو الكاذب الوحيد هنا، لأنك تكذب على كل الفتيات اللواتي تلتقي بهن في حياتك لكي ترميهن وتحطم قلوبهن. حسنا، سوف أراكم. حسنا، أنا أيضا سأبقى مع سأبقى هنا مع بانشو حتى لا يخاف. اذهبوا أنتم، لا تخافوا. أنت أيضا؟ يا إلهي، أهو الخوف أم شيء آخر يا رجل؟ تعال نرافق الفتيات. لا يا رجل، أنا لا أخاف، وصديقاتنا يستطعن الاعتماد علي، لذلك هيا بنا على الفور. أتعلمون أننا سندخل إلى فم الذئب؟ من تريد أن تخدع يا رجل؟ لمن هذه المفاتيح؟ خذوا كل شيء. إنها لي أنا. هذه لبانشو. لا بل لي أنا. خذيها إذا. هيا بنا إذا بسرعة. ألتاجراسيا لم تؤكد لي إن كانت جلوريا ابنتها أم لا، ولم تقل إن كانت ابنة أخواتها أم لا. لنقل إن أختي العزيزة يناسبها أن تزرع الشك. ستكونين مخطئة لو ظننت أن هذه الوصولية ستأخذ من ساجرارو ما يعود لها من حقوق. لاورا، كفى أرجوك، أنا لست رجلا أحمق وأعرف كيف أدافع عن حقوقي وأملاك ابنة أختي، تكوني مطمئنة. أظن أن إرنستو على حق، فليدافع كل واحد عما هو ملكه. والآن أستأذن منكم، تأخر الوقت وأنا متعب قليلا. أجل، فهمنا. أليريو، هيا بني. أجل قبل أن نطرد من جديد. وداعا سالومون، إلى اللقاء. لحظة، ما هذا الصوت الغريب؟ أرجوك رني، إنها مجرد حيوانات برية. لقد وصلنا، هذا هو الباب. كورديليا،
كورديليا، أمتأكدة من أنه الباب السري؟ حسناً، أحياناً هذا الباب. لحظة واحدة يا فتاة، لحظة واحدة، هذا ليس باباً سرياً، لقد دخلت من هذا الباب مئات المرات. لكنني متأكدة من أن هناك باباً سرياً، أمي أخبرتني بذلك. كورديليا، ألم تتخيل أمك هذا؟ لأن الباب على مرأى من الكل. اسمعوا، المكان مظلم جداً هنا، لنبتعد قليلاً، هيا. حسناً، أذكر أن أمي أخبرتني. ولكن ماذا هناك؟ سالومون، أنا لن أسمح لتلك الطفلة، لتلك النكرة الكاذبة، بأن تخدعك كما يحلو لها. هل هذا رأيك؟ ما قصدك؟ لا أفهمك. شكراً حبيبتي، لكنني أعتني بنفسي. أجل، لكن يسرني أن أعتني بك. هذا ما لا أظنه. ما يسرك هو أن تفرضي تفوقك، أليس كذلك؟ حسناً، لما لا؟ العدو قوي جداً، وألتا جراسيا أرسلت لك ابنتها غلوريا تلك لأنها تعرفك وتعرف ما هي نقطة ضعفك. اسمعي، لماذا لا نستغل فرصة وجودنا معاً ونحن هنا وحدنا ولدينا نبيل فاخر، لننسى أمر ألتا جراسيا وغلوريا والمؤامرة؟ ماذا تفعلون هنا؟ بيترسيتو، الحمد لله أنك أنت. كل هذا بسبب لأنني أحضرتهم لكي أريهم الباب السري. تعلمين أنه يمنع التكلم عن ذاك الباب، سوف ينزعج السيد وانا فانتورا منك كثيرا. لحظة واحدة، هذا يعني أن الباب السري موجود، أي أنه حقيقي. قل لنا لماذا يستعملونه؟ ولكن انتبه، ربما تستعمله المرأة المجرمة. بيترسيتو، خذنا إلى هناك أرجوك. لا، لأني إذا أخذتكم لن يعود سريا. لا، اسمع بيترسيتو، نحن لدينا نظرية مختلفة بالنسبة إلى موت إيزابيل. ماتت مقتولة، ونحن نظن أن القاتل ربما دخل وخرج من ذلك الباب. هيا بيترسيتو الوسيم. إنها محقة. أجل، تعالوا. أجل. ألا تشمون رائحة حرير؟ إنها رائحة مألوفة، أعرفها جيدا، الكنيسة. أجل، صحيح، إنه بخور، بخور، ولكن من أين تأتي الرائحة؟ أجل، من أين تأتي الرائحة؟ أصدقائي، من الأفضل لنا جميعا أن نعود الآن. اسمع بيترسيتو، ألم أخذت هذا المكان من قبل؟ لا، لا. والسيدة سانتيا، كيف حالك؟ بخير. لقد وصلت ألتا جراسيا. أيها المحامي، ظننتك بعد النزهة في الكروم سوف ترحل. حسنا، في الحقيقة في نيتي أن أبقى عدة أيام هنا، طبعا ذلك ضروري لأجل سير القضية. أجل، طبعا، ربما. أخوك، أتيت لكي نتكلم، أين غلوريا؟ لا أعلم، إن لم تكن هنا فهي مع الفتيات وهن يبحثن عن الإجابات من أجل الأطروحة. هذا مقلق، طلبت منك أن تقنعيها بالعدول عن هذا الموضوع، يجب أن نحميها. لودوفيكو يعرف كل شيء. ما الذي تقولينه؟ حذاري، انتبهوا، بهدوء. هو الباب. إنه باب سري فعلا، إضافة إلى أن الرائحة تتركز هنا. أرجوك يا صديقتي، أنا خائفة كثيرا، وكل هذا لا يدعو للتفاؤل. اطمئنوا، اطمئنوا، إن هذا بالتأكيد هو مجرد حفيف أوراق الأشجار، أظن أن لا أحد يأتي إلى هنا. اسمع بيترسيتو، هل يمكنك أن تفتح لنا هذا الباب لو سمحت؟ لا أبدا، هذا لأنني لا أملك مفتاح هذا الباب، سأرى إن كان بإمكاني فتحه. كابريال، كن حذرا. أيها الأصدقاء، متأكدة من أن أحدا يراقبنا، لكن لما لا ننزل ونحاول فتح هذا الباب؟ لهذا السبب أتينا إلى هنا. أجل،
غير طبيعي. من هناك؟